1489 عائلة من ولاية الوادي استلمت مقررات الاستفادة من سكنات أو إعانات السكن الريفي أو التخصيصات الاجتماعية. اليوم الحمد لله أنا فرحان أني استفدت بالبناء الريفي بعد 10 سنوات الحمد لله، ورحمة ربي الحمد لله نزلت علينا، ونشكر كل اللي ساهموا في المشهودات هذه. فرحانة حصة روحي كل يدي ونزلت التوليدي على ما كنت ونولي. فرحونا وفرحوا أولادنا وبارك الله فيكم وعاشت الجزائر حرة ومستقلة. السكنات موزعة على عديد بلديات الولاية، وهي تتسم بطابع عمراني يتماشى وخصوصيات المنطقة، كما أنها موصولة بجميع الشبكات وقريبة من المرافق الحيوية. كانت لنا فرصة قبل قليل من أجل توزيع 1489 سكن بمختلف الصيغ، خاصة منها 520 سكن اجتماعي. كانت الفرحة لا توصف عند هذه الشريحة من المواطنين من مختلف بلديات الولاية. نحن كذلك بصدد تحذير توزيع 12,000 سكن. وتلبية للطلبات المتزايدة على السكن، تسعى السلطات المحلية إلى تسريع وتيرة الإنجاز في مختلف الورشات السكنية، بغية الانطلاق في توزيع آلاف السكنات ابتداء من الثلاثي الأول للسنة المقبلة.